شكرا لمعالي السيد الأستاذ محمد أبو العنين. عنيك وعنيك وبارك فيك يا رب. الحقيقة يعني قاعد يكلل في الدين ومش قاعد يكلم في الدين ومش سيدنا ناكل عيش في الليلة دي. ما نعرفش يعني مش عارف ليه كده اللومة بتاعتنا مبصوص فيها كده. قاعد يكلم في الدين ومش سيدنا ناكل عيش في الليلة دي. ما نعرفش يعني مش عارف ليه كده اللومة بتاعتنا مبصوص فيها كده. يقول إذا كان الحارة كلها شيوخ يا جدعان ما تحبوا ماما.